فالنبي عليه الصلاة والسلام هو نور الله الذاتي، وعشان هو نور الله الذاتي فهو غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوق. لا إله إلا الله. أعزائي المشاهدين، الفيديو بتاع النهاردة عبارة عن حاجة واحدة بس، تقول لي إيه هي؟ أقول لك، عبارة عن بالظبط زي ما سمعت كده، طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الناس العامة بتسمع الكلام ده بتقول زيهم، طب يعني تعرف يعني ايه كلمة مدد؟ يقول لك لا. واذا جبت له آية من القرآن الكريم وقول من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك انا بطلب المدد من الله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي هو ازاي يعني؟ طب ما تقول مدد يا رب، اذا كنت بتطلب المدد من ربنا فعلا. ولو عايز تقول مدد يا رب بجاه النبي، ساعتها برضه هنرد عليك لإبطال كلمة جاه النبي صلى الله عليه وسلم، لان جاه النبي للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لك، لان جاه النبي صلى الله عليه وسلم بيخص هو ما بيخصكش انت. طيب بما ان الفيديو ده القعدة كلها مدد مدد مدد، واتكلمنا في الموضوع ده كتير، لكن هنراجعها مع بعض في كلمتين اتنين. لكن في الاول اسالك سؤال لا مؤاخذه، يعني هو حضرتك عربي ولا اجنبي؟ خلاص يا عم عرفت انك عربي. طب هو كلمه مدد العرب كانت بتقصد بيها ايه؟ اظن معاك تليفون وممكن تبحث على جوجل، اقصد الشيخ جوجل، وتساله تقول له يا جوجل قصدي يا شيخ جوجل ما معنى كلمه مدد. من ضمن المعاني اللي هتشوفها هتلاقي كلمه العون والغوث. انت متخيل الشيخ جوجل بيقول كده؟ طب يعني اذا كنت بتطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العون والغوث، فالكلام ده بنفس المعنى في لغه العرب وفي الشرع دعاء، والدعاء بنص القران الكريم والسنه النبويه عباده، والعباده لا تصرف الا لله. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب نبدا بالايه القرانيه، قال تعالى ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. وزي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده. ما هو اصلا انا بحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر منك والله، ولو ثبت عندي ان الكلمه دي فيها نفع على الاقل كان الصحابه عملوها وكنت انا عملتها. ده انا بدل ما اصلي عليه، ما هو ثابت عندي ان انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بنص القران وبالاحاديث النبويه الشريفه وبفعل الصحابه وكل ما ورد عن الصالحين، ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو انا ثبت عندي ان السلف الصالح من الصحابه والتابعين وتابعين التابعين حد قال مدد يا رسول الله، انا مش هخسر حاجه ان انا اقولها، بل بالعكس ده انا هعمل فيديوهات اقول للناس قولوا كده. لكن ما عندناش نص لا في القرآن ولا في السنة النبوية ولا فعل صحابي ولا أمر نبوي عشان أقول كده، إلا إنك بقى مسلم بالصدفة، اتولدت لقيت نفسك مسلم وبيعبدوا إله وفي رسول اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وبيقولوا له مدد، ولو لقيت واحد بيسجد له يعني ماشي شغال، يعني لا تدور على دليل ولا صحة عبادة ولا الكلام ده خالص. ولو طلع واحد شيخ وقال لك يا عم الكلام ده كله كلام فاضي، عادي هتمشي وراه وتسيب الدين وتلحد. ومش هقول لك الحاجة اللي أنت ما تعرفهاش، لا، الحاجة اللي أنت عارفها إن كل الرسل بعثهم ربنا بحاجة واحدة بس، بالإسلام. اللي هو ايه؟ كان كل المرسلين بيطلبوا من اتباعهم ان يقولوا لا اله الا الله. معناها ايه يا عم؟ لا معبود بحق الا الله. فلو عزت حاجه اطلبها من ربنا، هتقول لي انت ما بتحبش النبي، ليه؟ ده انا بطلب من ربنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي امرني بكده. انت معانا ولا ايه؟ اتسخر منا لقول مدد؟ يا من ترجون بغير الله عونا غوثا طلبا مددا. يا سيدنا الحسين مدد. كيف لعبد يدعو عبدا لله يذل له سجدا. فوليكم خلق الله وبغير الله ما وجدا. يا من تدعون من ماتوا هلكوا دفنوا صاروا دودا. لضريح يحويه به تأتون ركوعا وسجودا. لله جعلتم أندادا وعليكم يأتون شهودا. إن كربا حل بكم يوما تأتوا ضريحا حجرا طوبا. ووليا لا يدفع كربا بل عاش مصابا مكروبا. كيف يصرف أمر الناس من عاش مريضا مجذوبا. يا من ترجون بغير الله عونا غوثا طلبا مددا. كيف لعبد يدعو عبدا لله يذل له سجدا. فوليكم خلق الله
وبغير الله ما وجدا. أفقيرا جئتم يغنيكم، هل يغني من عاش زهيدا؟ ترجون شفاء بولي، ووليكم مات مريضا. ترجون بهم قرب الله، ما كان الله بعيدا. حاشاه ما كان بعيدا. مد يديك وصل لله، لا تقطع يوما مولاك. فالموتى لن يصلوك به، لن يصلك بالله سواك، لن يصلك بالله سواك. لا تجعل لله وسيطا، إن تلقى الله سيلقاك. إن تأتي الله على مهل، لمضى هرولة وأتاك، لمضى هرولة وأتاك. ادعوا ربكم فقريب، سيجيبك ما في القرآن. أوليا يدخلكم جنات، أو ينقذكم من نيران. ترجون بهم قرب الله، ما كان الله بعيدا. حاشاه ما كان بعيدا. مد يديك وصل لله، لا تقطع يوما مولاك. فالموتى لن يصلوك به، لن يصلك بالله سواك، لن يصلك بالله سواك. لا تجعل لله وسيطا، إن تلقى الله سيلقاك. إن تأتي الله على مهل، لمضى هرولة وأتاك، لمضى هرولة وأتاك. ادعوا ربكم فقريب، سيجيبك ما في القرآن. أوليا يدخلكم جنات، أو ينقذكم من نيران. بل يأتي ذليلا منكسرا، يرجو رحمات المنان، يرجو رحمات المنان.